وعبر سكايب من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي رمضان البدران. بداية طبعا أهلا ومرحبا بك. إذن مجلس الأمن هنا هنأ الحكومة والمفوضية بإجراء انتخابات سلسة ونزيهة. بعض القوى رحبت بالبيان وأخرى عدته تهديدا مبطنا ربما واستفزازيا. كيف تقرأ مجلس الأمن وخاصة أو بيان مجلس الأمن وخاصة أنه حذر من العنف في مرحلة ما بعد النتائج النهائية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك مجلس الأمن وكل القوى الدولية ومنذ أشهر أو ربما أكثر من سنة كانت تراقب الوضع العراقي عن قرب وتراقبه بحذر، وكانت تنتظر لحظة الانتخابات وما ستفرزه والتداعيات التي قد تفرزها تلك الانتخابات، لأنها العالم ينتظر العراق على مفترق طريقين، أما أن ينال سيادته وأما أن يكون خاضعا للتجاذبات الإقليمية والدولية. الوضع الحالي أفرز أن العراق له القدرة على أن ينال سيادته، وبالتالي هناك تيار آخر يريد أن يبقي العراق في منطقة التجاذبات الإقليمية. مجلس الأمن يراقب ويفهم هذا بشكل تام جدا، ويعتبر أن الانتخابات فرصة لإعادة بناء النظام السياسي والمرحلة القادمة بشكل هادئ، ومن الطبيعي أن يحذر بلا شك الجماعات التي تريد أن تفرض السيناريو الثاني، وهو سيناريو التوتر والنزاع حول السلطة، والذي يخشاه مجلس الأمن وكل القوى الدولية والمنطقة أن يكون. ولذلك مجلس الأمن يعني بيانه لا يحذر، ولكن ينبه ويذكر ويراقب عن كثب، ويعرف بالضبط ماذا يجري في العراق، فهو أكثر من التحذير، هو يعني نقول هو تنبيه أكثر مما هو تحذير. نعم. أو يعني انذار او ما شابه. لكن سيد البدران، يعني بعض القوى باتت تطالب اصلا باعاده يعني الانتخابات، واستمعت الى كلام هاشم الكندي ايضا. كيف ترى المرحله المقبله؟ هل نحن ذاهبون مثلا الى مزيد من التصعيد، وخاصه بعض القوى كما قلنا بانها تطالب باعاده الانتخابات اصلا؟ نحن امام تيارين، خصوصا في الداخل الشيعي بشكل واضح اليوم، وهو ايضا موجود في التيار في الداخل السني والكردي. التيارين احداهما تيار مسؤول يمثل بالتيار الصدري الذي لديه قاعده شعبيه واسعه، وهو مسؤول امامها اولا كون هذه القاعده قد يعني حصل في داخلها تردد كبير في ان التيار يستمر في العمليه السياسيه مع وجود هذا الكميه الفساد. واسباب الانسحاب كانت واضحه، ان هذه المساحات الكبيره من الناس المعدمة والناس الكادحة التي معظمها ينتمي إلى التيار كانت تعاني وتريد الإصلاح بشكل جدي، وبالتالي التيار الصدري أولا عليه التزام أمام قواعده التي انتخبته ودفعت به إلى السلطة، ثانيا أمام استحقاق وطني يعتقد أن الإصلاح شعار نادى به كثيرا، وأنه اليوم متمكن سياسيا ومفروض عليه واجب أخلاقي اتجاه الشارع الذي منحه الأغلبية أن يتصدى لهذا الأمر، وبالتالي فكرة إنشاء عملية إصلاح وإنشاء حكومة مسؤولة تحارب الفساد، تحارب كل مظاهر الماضي، كل تركة الماضي، وتأتي بعراق جديد. التيار الصدري يعتقد هذا برنامجه، ولكن على الأمر الواقع هذا ليس كل الحكاية. التيار الصدري عليه أن يحصل على حلفاء يؤمنون بنفس المبدأ. المشكلة في الداخل الشيعي، هناك تيار آخر لا يؤمن بهذا المبدأ، تيار يريد أن يحافظ على ما كانت عليه العملية السابقة، لا يهتم إلى الشارع، لا يهتم إلى الإصلاح. وهذا التيار إن تواجد معه تيار آخر في الواقع السني. طيب سيد البدران، وبالحديث أيضا يعني حول القصة وتفاصيل هذه القصة والتيارات التي ذكرتها أيضا، ولكن دولة القانون أيضا هنا تقول أنه خلال الأيام القادمة ستشكل الكتلة الأكبر من جميع القوى الشيعية بلا استثناء. يعني هل نحن مقبلون على إعادة نفس المشهد في الانتخابات السابقة؟ يعني التوافق على مرشح رئاسة الوزراء مثلا؟ الظريف أن الذاكرة العراقية ضعيفة ومتعبة، وأن السيد المالكي هو أيضا ذو ذاكرة سياسية ضعيفة، هو أول من دعا أن تكون الكتلة الفائزة هي من تشكل حكومة وأن تكون محتكرة للحكومة، هو أول من دعا إلى ذلك منذ 2008 و2009. اليوم هو نفسه الذي يدعو إلى أن تكون الحكومة من جديد حكومة توافق، وبالتالي السيد المالكي وتيار الذي يتبعه من الإطار السياسي يعتقدون أن الانتخابات لم تكن بصالحهم، وبالتالي العودة للتوافق هو أفضل وسيلة لهم
للعودة إلى مائدة السلطة، وهذا طبعا خطير إذا ما تم وإذا ما فرض كأمر واقع. العراق من جديد سوف يفقد فرصة المحاسبة والمراقبة، وبالتالي ينتهي النظام البرلماني وتنتهي آليات الإصلاح بأكملها. التيار الصدري يجد هذا خطورة على مستقبله. في ذات الوقت هذه التيارات لا تؤمن في الانتخابات أصلا، هي تؤمن أن الانتخابات مكمل شكلي وليس مكمل شرعي، وأن ليس لديها التزام على الشارع، وأن لديها حق أن تفرض ما تراه مناسبا للدولة وللناس. وبالتالي مدرستين فكريتين وواقعين سياسيين مختلفين. أنا لا أتمنى أن يدخل العراق ويعيد نفس الدورة من جديد، ولا أتمنى أن تحصل أي توافق سواء شيعيا أو سنيا أو كرديا في هذه المرحلة. المحلل السياسي رمضان البدران، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.